بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. أخوتي وأخواتي وأهلنا في البحرين الحبيبة، أنتم اليوم تعيشون الألم لتصنعوا الأمل، تحتملون الجراح وتسخن أجسادكم بها، تحتملون أن تسخن أجسادكم بالجراح حتى تتفادوا الجرح في عزتكم، في كرامتكم، في إيمانكم ومستقبلكم. أنتم الأقوياء، خرجتم عزلا تواجهون بصدور مؤمنة بحقها في الحياة الكريمة، مؤمنة بالله. وإن الله يبغض العبد الضعيف الذي يملك القوة ولكنه لا يستعملها، أو الذي يوحي لنفسه بالضعف دائما. خرجتم بصدوركم تصدون الدبابات والترسانة العسكرية الوحشية، فأبدا لم تكن القلة والكثرة في يوم معيارا للقوة. والتاريخ يذكرنا بمعركة الخندق وكيف نصر الله سبحانه وأعز القلة وهزم الكثرة، شرد المحاصرين وأعز المحاصرين. وأنا أسأل، أين دور الأمم المتحدة؟ إننا نجد دورها فعالا عندما يقتل جندي صهيوني، فإنه يقوم العالم ولا يقعد. أما شهداءنا في الدول المستضعفة فلا أحد يسأل عنهم ولا نجد رد فعل إنساني تجاهنا. وها هي دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر تتبجح بأنها راعية الإنسانية. لا والله، لا والله، وإنما هي راعية الدموية، وهي التي أقامت دولتها على إبادة الهنود الحمر. فالمؤامرة والفتنة بدأت من أمريكا وخطط لها البيت الأسود، ولكننا نقول لهم نحن لسنا كالهنود الحمر، نحن شعب عندما نريد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نضم صوتنا إلى الشعوب المطالبة بحقها والشعب البحريني، وعلينا جميعا دعم هذا الشعب المظلوم ودعم صموده بكل ما نستطيع. أخوتي، كل التقدير والاحترام لموقف المجاهدين المتظاهرين في البحرين، فهم شعب دل على أصالته بصبره ومبدئيته، وإنهم كلما ازدادوا وحشية ضده ازداد هذا الشعب صلابة، لأنه شعب تربى على مبادئ الإسلام، فكان الأصل في فكره وعاطفته وحركته. وندعو الشعوب العربية عدم السكوت على المجازر البحر السعودية التي سقطت بندقيتها هؤلاء الحكام الخونة أمام الصهاينة، لكنهم رفعوها بوجه شعوبهم فسقط ماء وجههم. فلا حياء ولا حياة لمن تنادي، وبدأوا يستعرضون عضلاتهم على المواطنين العزل. إنهم اليوم هؤلاء الحكام الجبناء ينفذون أجندة صهيونية، لأنهم يعلمون أن الشعوب إذا تخلصت من الطواغيت الجاثمة على صدورها ستتوحد وتتوجه نحو قدسنا، قدس كل المسلمين، قدس فلسطين، ليتحقق الخلاص. لهذا دق جرس الخطر في البنتاغون الأمريكي والموساد الإسرائيلي، فسارعت إلى إعطاء الضوء الأخضر لقمع التظاهرات وذبح المواطنين العزل على يد حكام السوء الذين أبقتهم فتاوى علماء، أنا أقول عملاء، التكفير على كراسيهم طويلا. فما يجري في البحرين كارثة إنسانية. أظهر بشائنا البارحة صارت اتصالات من بعض الأخوة الأطباء في البحرين يقولون المستشفيات المركزية، يسموها مستشفى سلمانية كمستشفى مدينة الطب عندنا، هذه المستشفى مطوقة، يمنع أي جريح أن يصل إليها، ولذلك معظم الجرحى يموتون. هنالك كارثة حقيقية، باليوم تصل إلى 400-500 جريح أو 1500 حسب ما وصل البارحة. لا يوجد دم، لا يوجد بنج، لا يوجد أبر، لا خياطة، لا أي شيء، هنالك حصار حقيقي، الجرحى يموتون وهنالك كارثة إنسانية. أظهر بشاعتها صمود وتضحية الأخوة في البحرين، وإلا فقد أدارت عنها وجهها الكثير من وسائل الإعلام التي كانت تدعي المهنية، فسقط القناع وسقط ما بقي من ماء الوجه، فأصبحت وجوهها بلا بلل وبلا حياء. أنا اليوم أدعو المجتمع الدولي إذا كان هنالك بقايا من عدل وإنصاف، وأدعو الدول الإسلامية والعربية إلى اعتبار حكام آل سعود وحكام البحرين الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم المروعة اعتبارهم مجرمي حرب وعبادة جماعية،
وأقول لهم ما قال السيد الشهيد الصدر محمد صادق الصدر قدس سره: مهما تكون الجهة القابضة على السكين فإنها تعود إلى ذلك الجهة. ونقول لهم كما قال السيد الشهيد الصدر الثاني: إن استطعتم السيطرة على أجساد المجاهدين فأبدا لن تستطيعوا السيطرة على قلوب وعقول هؤلاء المجاهدين. وأقول لهم ما قال سماحة السيد الشهيد الأول محمد باقر الصدر قدس سره: الجماهير أقوى من الطغاة، الجماهير أقوى من الطغاة، وستسقط الطغاة بإذن الله.